يا باشمهندس، ليه أقتنع إن الإسلام هو الصح مع إن فيه ديانات أخرى؟ نبي اتولد من غير أب، وده يعتبر دليل كافي وكبير قوي إن أقتنع إن إزاي حد يتولد من غير أب؟ فهو ده الدين الصح، ده دليل كبير إن دي إن هو الدين الصح. معجزة، معجزة شافها بالظبط الناس كلها. اه بالظبط، يعني ودي حصلت وناس كتير شهدتها. بس فهو ممكن يكون ده الدين الصح او معجزات حصلت فيه. فين بقى المعجزه اللي حصلت هنا عشان اقتنع ان في رب هنا وان ده مش ده الرب يعني؟ بس يعني ده من ضمن الأسئلة اللي ما كنتش متوقع إن أنت تسألها بصراحة. ليه؟ لأنه يعني الله المستعان سؤال عايز أقول لك إن هو بسببه بقى فيه زي ما أنت بتقول دين تاني. بسبب إيه؟ بسبب إن في معجزة حصلت إن نبي أو إنسان اتولد من غير أب، صح كده؟ بالظبط. العقل عندنا بيقول إيه؟ إن الطفل لما بيتولد من أم، وبيتولد من إيه؟ وبيتولد من أب. ده طيب علميا وكل حاجة بالظبط أكدت في كده، كده. بالظبط كده. وبناء عليه الناس ادعت إن هو ابن ربنا أو ابن الإله، وبدأوا يعبدوه وبدأوا يؤمنوا بالدين علشان شافوا المعجزة اللي أنت بتقول عليها. طب ما تيجي ناخد الموضوع، دايما بقول لك الكلمة دي بس دي حقيقة، يعني حقيقة، يعني ناخد الموضوع من أوله. هو سيدنا عيسى أول مخلوق يتولد من غير أب؟ لا، ممكن تكون جديدة بالنسبة لك أو جديدة بالنسبة لناس كتير، بس دي الحقيقة. طيب ما تيجي ناخدها من البداية كده. هقول لك على حاجة، صورة كده مكونة من أربع أطراف، واحد اتنين تلاتة أربعة. ربنا ضرب لنا المثال ده علشان نعلم إنه على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ربنا سبحانه وتعالى خلق خلق من غير أب ومن غير أم، وخلق خلق من أم ومن غير أب سيدنا عيسى، وخلق خلق من أب ومن غير أم، وخلق خلق من أب ومن أم ومن أم علشان نشهد ونعلم أنه على كل شيء قدير. يعني إيه؟ أنا ما عنديش معلومة بالله. هقول لك بقى، ما أنت ما عندكش، أنا جاي أقول لك. يعني ضرب لنا مثال من كل حاجة، فخلق سيدنا آدم من غير أب ومن غير أم. أنهي أعجز؟ الخلق من غير أب ومن غير أم أعجز، صح؟ وكان أولى أن يكون ابنا لله، لكن الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. يبقى ده أول مثال. وخلق خلقا من أب ومن غير أم، من أب ومن غير أم، وهي السيدة حواء خلقت من ضلع آدم، كانت أولى. مستغربين ليه؟ وخلق خلق من أم ومن غير أب، وهو سيدنا عيسى. وخلقنا إحنا بقى من أب ومن غير أم علشان تكتمل الصورة، إنه إله قادر على كل شيء قدير. بلاش ده، أظن مثال ما فيهوش كلام، وكلام أول مرة تسمعه. طيب هي ناقة سيدنا صالح طلعت منين؟ طلعت من صخرة. الناس ما استغربتش ليه وقالت إن الناقة دي بنت إله ولا من عند إله ولا إشمعنى يعني؟ أنت فكر إن سيدنا عيسى بس إن هو بس اللي اتخلق من أب وملوش من أم وملوش أب؟ بلاش دي. كبش سيدنا إسماعيل نزل منين؟ نزل من السماء، فمش ده المخلوق الوحيد سيدنا عيسى اللي اتولد من غير أب؟ بلاش دي. أول فرخة ماشي، فين أبوها؟ فين أمها؟ أول حصان، أول جمل، فين؟ رد عليا. ما أنت ما تقولش السؤال ولما أجي أرد عليك ما تردش، لا، مش بالمنطق كده إن أنا أبص للصورة كلها، ولا المنطق إن أسمع بودن واحدة وأنا ليا ودنين، أنا جاي أشوف هنا بعين واحدة عشان وأنا ليا عينين. منك أنت. أيوه أنا بفهمك، أنا جاي أسألك وتجاوبني. طيب أنت بتسألني دلوقتي. الإجابة واضحة؟ الإجابة لحد هنا واضحة؟ إذن فالخلق بتاع لسيدنا عيسى ده إعجاز من الله عز وجل إنه على كل شيء قدير. أو بقى يبقى الحيوانات دي أبناء لله، والناقة دي بنت لله، وسيدنا آدم ابن لله، والسيدة حواء بنت. ما يلا بقى نعد بقى ونقعد نقول بقى. طب سؤال كمان، هو الإله مش قادر إن هو يخلق ابن من غير أب ولا قادر؟ المفروض إن الإله على كل شيء إيه؟ قدير. بلاش ده وبلاش ده. إيه اللي قاله سيدنا عيسى لما خلق؟ قال إني عبد الله. مفيش انه قال انا ابن اله او اله. فالاعجاز اللي انت بتتكلم عنه ده اعجاز يحسب ان في رب وفي اله. اتفهم بقى صح اتفهم غلط، دي عقولنا البشريه اللي اختلفت، فاختلفت معاها وحصلت معاها المشاكل اللي انت جاي تتكلم عليها دي. لكن انا عجبني سؤالك في حاجه،
انك اثبتت ان في اله. يعني بقى لنا شوط كبير قوي ماشيين وعمالين نجادل ونتكلم ونخش في حوارات، لكن عجبني دلوقتي ان في اله يخلق. وانا بقول لك طالما امنت ان في اله يخلق، فالاله ده بيخلق ما يشاء، يخلق مره من اب ومن ام اللي هو احنا، يخلق مره من غير اب ومن غير ام اللي هو سيدنا ادم، يخلق مره من ام ومن غير اب سيدنا عيسى، يخلق مره من اب ومن غير ام السيده حواء خلقت من ضلع ادم، لانه على كل شيء قدير. ويخرج من غير ام ومن غير اب زي ناقه صالح وكبش اسماعيل، وزي ما قلت لك كده كل الحيوانات اللي خلقت. فين بقى ابوها وامها؟ ننسبها لربنا سبحانه وتعالى؟ الاجابه منطقيه عقليه علميه، مش محتاجه كلام كتير، الاجابه واضحه وصريحه، ومش محتاجه غير عقل وقلب طاهر نقي يستوعب الكلام ده بالعقل كده. هو الاله هيبقى ليه ابن ليه؟ ما حاجته لانه يكون عنده ابن؟ ولا حاجه، ولا حاجه. يعني هل الاله ليه بقى؟ لان وجود الابن ده نقص في حياه الانسان، فربنا بيديهولك عشان تكمل النقص اللي عندك، لان انت محتاج ابن تعتمد عليه وتفرح بيه، والمال والبنون زينه الحياه الدنيا، صح كده؟ طب للرب بقى هل ده عقل؟ ولا العقل بيقول ان لا، ربنا على كل شيء قدير، وان دي احدى معجزاته، زي ما كان في معجزات لسيدنا موسى ولسيدنا عيسى ولسيدنا يوسف ولسيدنا محمد، كل الانبياء جاءوا بالمعجزات، بس كل زمن كان ليه المعجزه اللي بتتناسب معاه، وهي دي المعجزه اللي كانت متناسبه في عصر سيدنا عيسى. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم جه في عصر العلم فكان معاه القران اللي بيتكلم عن كل شيء بعلم. اظن الاجابه وضحت والصوره اتضحت، يعني تمام. انا ما اظنش انت محتاج فيها اجابه اي حاجه ثانيه بعد كده. تمام، صح كده. تمام، انا بقول نتقابل الحلقه اللي جايه. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.